اكو واحد لوقي قاعد يشوفني. انت لا 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 بصفك انت. اشمعنى انا قلنا عن العالم الاخر؟ لانك لوقي. لا لا استنصاب. ممكن اسالك سؤال؟ شو تحس من تتلطلط وتتلوج؟ ها؟ انت تحس نفسك لوقي؟ ها؟ ايش تعرف عن المسؤول؟ اعرف انه كويس. لا 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 مو هيك مو هيك مو هيك. وحش وحش. شلون الكلى عندك؟ ها؟ ممكن سؤال ثاني؟ ايش وقت اخر مره بدل الدهن للوقير؟ ها؟ والله يا اخو انت خوش انسان بس الهوى ضدك والله. يلا ما يخالف طور نفسك صير مسؤول وخلي كم واحد يتلوق لك وتتخلص من حالة اللواقة واللطلطة.